أغلى الناس. حباش مولاي السلام عليكم ورحمة الله. واش الإخوان صافا مزيان بخير؟ تحياتي جميع الخوت وجميع الأصدقاء والأحباب والعائلة كاملة. اليوم الخوت اليوم واحد الفيديو إن شاء الله غيكون من مدينة فاس، نواحي مدينة فاس، أو بالضبط من نواحي ديال مدينة فاس ومولا يعقوب، منطقة مولا يعقوب بعيدة على مدينة فاس بحوالي تقريبا واحد 20 كيلومتر. المهم أول حاجة إخوة كيفاش طاكسي جابني من باب مفتوح، باب مفتوح جابني حتى لهنا حتى مولا يعقوب. طاكسيات هما هادو الإخوة اللي كتشوفو فيهم راهم قدامنا، شي 13 درهم تقريبا، مسافة ديال 20 كيلومتر تقريبا، شي 20 كيلومتر. من بعد طاكسي انا وصلت دابا حاليا مولا يعقوب، وغناخذكم الاخوان في واحد الجولة هنا في المنطقة ديال مولا يعقوب، اللي هي واحد المنطقة زوينة، منطقة زوينة اللهم بارك، اللي زوينة وكالم هاد المنطقة اللي زوينة الإخوان. بغا نهبطو في الدريجات باش غادي نمشيو لهاديك فين كاين العين. فين كاين العين ديال مولا يعقوب. لاحظ مرحبا. السلام عليكم. كي داير الاخ؟ بخير هاني، كلشي هو هذا. مرحبا. الله يحفظك، الله يحفظ الجنة اخويا. كي داير الثمن؟ شوية والقا ديال غالية ولا؟ ما كنبيعوش الخروف، كنبيعو البارح. ياك ماشي الخروف اخويا. هذا ما دينا مع الغلا الغلا الغلا. ما كاين العادي. الباروك اصاحبي، انا كيدي مع الباروك. حباش مولا يعقوب.
شكرا الاخ، اللهم يسر. اكسسوارات العيدي يوقر للناس. حماماش مولا يعقوب، حماماش مولا يعقوب، اللهم بارك حماماش. في شبان كبرين، في شبان سخونية ديال بصح. سندخلوا قريبا. السلام عليكم. من المناسب بغيت ما نخوش بريت هو هذا، بريت شنادي مقبص هو هذاك، ما ينطال داكشي نقي لي ديجا خخاوي ان شاء الله غنعمرها. وهذا برشوش هو هذا بيش هو هذا هنا يا ربطوش وكتاو هذي مسخون ماضي داكشي هذا كوزينة 50 إلى 20 وهذا الصالون التلفاز الحاجة طايرة هدا مسكينة ماعرفتش اش كتشكي. هذا مكان اخوان الواي فاي كاين كليما هيا. المهم داكشي زوين تبارك الله. هادشي كامل الاخوان 130 درهم. طلع فوق وصهر، طلع فوق سطاحسن، طلع سطاح شي كامل خوش كتشوفو 130 درهم. قالينا نخليها ليكم 130 درهم. مولا يعقوب هادشي في مولا يعقوب الخوش. ايوا هذا مكان المهم زوين، سكينة زوين ديال جوج الناس، جوج الناس ثلاثة كاع. هذا ما كان اخوت تحياتي.